الرجال ميت. رايح الرجال ميت. تعال تعال يا جميل يا جميل يا جميل اسمعني. انطل شوف هو كيف جاك؟ كيف جاك؟ علمني علمني كيف جاك؟ خانك ميت يا اخي. هذا ترك الدوسري ولا مراسل شو انت؟ انا اعطيه مويه وش انا؟ اعطيه مويه. انا خانك كيف جاك؟ شفني شف ريقي يا رجال. انا اشوف انا عندك تراح. انا امثل واقدم ما اقسم بالله تقييم باشر. كت 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 كت. انا اسمع اسمع برنامج اذاعه صباحيه. لا 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 اذاعه صباحيه. اسمع اسمع برنامج حواري بذاعه حلوين. باخذ معك شيء في مجالي يا مسلم. طيب اذاعه انا علم. خلنا بالصياد وقل. يلا طيب نجي. انا بلف على المراسلين عندي بالمراسلين المشاركين معي بالبرنامج وجيك. وانا مشارك انا مشارك فيتا فردي. يلا والله لعبته والله لعبته. ايوه والله لعبته. يلا طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين. أعزائنا معليش كات 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 وش اللي مستمعين لكم ما تصلح مستمعين. لا اليوم احنا هاي الله غير علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أعزائنا المستمعين الكرام. الحين تسمعونا من اللي يسمعنا بسيارته واللي يسمعنا من البيت حياكم الله جميع. طبعا انا مقدر الناس اللي بزحمه السيارات الان ويسمعونا، لكن ان شاء الله باذن الله انهم يستمتعون معانا بحلقتنا الصباحيه. معانا طبعا الاستاذ في علم الاجتماع جميل العتيبي، الباحث في العلوم الاجتماعيه. نتمنى منه ان شاء الله اليوم يضيف لنا. حياك الله استاذ جميل. يا هلا يا هلا ومرحبا استاذ صالح. الصراحه شرف كبير اني اكون الليله ضيف عندك، ضيف عند شخص بقامه صالح البلوي. حياك الله في هذه المحطه الرائعه. يعني لي الشرف الصراحه باذن الله ان يكون طرحنا مفيد ان شاء الله. ان شاء وان الله وان اللقاء ذا يضيف لنا ويضيف لكم ان شاء الله. وطبعا ومعنا ضيفنا الثاني الدكتور الكبير في علم الاعصاب الدكتور ماجد. حياك الله دكتور ماجد. اهلا وسهلا اخوي صالح. حياك الله مجددا، يعني بحكم انك قامه كبيره واحترمها في هذا المجال، فالله يحييك ويبقيك ويشرفني ان اكون مع هذه القامه. الله يحييك. الله يبارك فيك. طبعا زي ما انتم متعودين منا مستمعينا الكرام ان البرنامج انه يكون متنوع ويعني يضم جميع فئات المجتمع. فئات المجتمع معانا بعد من مالك الابل المشهور عبد الرحمن العزيز. حياك الله اخوي عبد الرحمن. يا مرحبا بك يا صالح البلوي انت واللي من معاك. ومرحبا بكم والله مسهلا وحياكم الله تحيا المطر. يا مرحبا. طيب انا اول شيء نبدا فيه اكيد ان تعرفين ان الصباح هذا يحتاج ان الواحد انه يهتم اول شيء بتفكيره وطريقه تفكيره السليمه. فلذلك نبدا مع الاستاذ الباحث جميل العتيبي. يا استاذ جميل، في ظواهر منتشره كثيره الايام هذه اللي هي ظواهر ان الناس انهم يكرهون بعض، وابغاك تتكلم عنها وتتكلم عن التحزبات ايضا. اول حاجه بسم الله وعلى بركه الله وخير ما نبدا به وبسم الله. طبعا اول حاجه الكره هذا الشيء ممكن مو في ايدينا، فالارواح جنود مجنده ما تالف منها وما تخالف منها اختلف. في النهايه اهم شيء انك ما تحرك الطاوله ولا واحد يتكلم. واهم حاجه ان ما يكون انت ما تقبلت الشخص لا تحق به الضرب. ما نقول ان يعني طيب يعني توجه نظرك بالتحزبات وش هي؟ اول شيء التحزبات اللهم لك الحمد لا توجد في اي بقعه من بقع هذه الارض الشريفه. وإذا كان، لأن الصراحة أمغصنا من موضوع التحزبات، إذا كان يقصدون كمجموعات فنعم في مجموعات. ونعيد نرجع نقول ما تالف منها تالف الأرواح. الله المجموعات. خلني أكمل لو سمحت. لو سمحت أنا ناقد لو سمحت أنا ناقد. معانا وقت معانا وقت.